السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم هاني الراشدي من سلطنة عمان، هاوي ومربي طيور أرونسيلكس. بداياتي كانت الحمد لله في 2019، وحياكم الله في محمية النصائر. كانت بداية أول مشاركة لي في المعرض العماني للطيور الحب تحت مظلة الجمعية العمانية لهواة الطيور، كان بتنظيم الفريق العماني للطيور الرزلك، والحمد لله كانت بداية طيبة حصل فيها على وصيف وصيف، والحمد لله رب العالمين كانت بداية طيبة، ونطمح للمشاركة في قادم المعارض بإذن الله رب العالمين، وعسى الله يسلمه إن شاء الله. Thank you.